قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إنه سيبحث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو خلال لقائهما المرتقب اليوم كيفية إعادة علاقات البلدين إلى وضعه الطبيعي. وجاءت تصريحات تشاوش أوغلو هذه لدى لقائه بعدد من الصحفيين مساء أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن، مشيرا إلى وجود خارطة طريق خاصة بمنبج، وستدخل هذه الخريطة بحسب قوله حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها خلال لقائه مع بومبيو. واعتبر الوزير تشاوش أوغلو أنه في حال التوصل إلى اتفاق بين أنقرة وواشنطن بشأن وضع مدينة منبج سيكون بمثابة نقطة تحول في علاقات البلدين. وفي سياق آخر، من المقرر أن يتباحث الطرفان مسألة صفقة الصواريخ الروسية S-400 التي أثارت توترات بين حليفي الناتو.